السلام عليكم، مرحبا بالناس راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس راهم معنا، نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على السيد الحاج محمد راوراوا وأوليه ميشيل أوليس، وين الحاج وين حسم ملف مع والدة ميشيل أوليس مع المنتخب الوطني الجزائري. قد يبغى غادي يجور، كاين هو كاين شرقي، نعطيكم الرسمي قاعد تاعهم. هذولهم جايين، وقلنا لكم حنايا، قلنا لكم كاع اللعابه اللي قلت لكم عليهم غادي يجوا الجزائر، جاوا الجزائر. وعلى بالنا باللي كاين الداد بزاف يخرج يقول كلهم الحاجه دخلها. اودي الحاج راه مستشار رياضيه، هذولنا انتم راكم انتم باغيين ذراع الحاج كما دخله. السيد الحاج محمد راوراوا مستشار رياضي بين الاتحادية وبين الدولة الوزارة والدولة الجزائرية، حبة من حبة وكارهة من كارهة، تربص كيفات كلش، يعني كل نقاط على الحروف كان والو. كيما نهار تاع سامي تلمساني، هذاك سامي تلمساني غارديا هذاك، وإلا قعد هذا المدرب، أنا نزيد نقول لكم حاجة، هذاك سامي تلمساني ما يلعبش في الجزائر، وهذا أوليس فاني كيسيبوا له سباي، فاني ما يولوش يجيبوه، أنا نقول لكم، تولي كاع تولي يطير عليه بالجية فايقلب بالجية، يخلعه بالجية، أنا نقول لكم، إلا قعد ما نعرف، قعود البقاء تاع هذا المدرب، على بالك شنو البقاء تاعو، كأس إفريقيا، مدرب اللي راه قاعد قريب 6 سنين، راه قريب يلحق 6 سنين. لازم يجيب كوب دافريك سي محمد، الاموال اللي يدي فيهم لازم يجيب كوب دافريك هنيك، ياه باش يكون على بالكم. 6 سنين راه يعرف لافريك، ما يجيش يقولنا انتو علاه راكم تقولوا باللي نجيبوا كوب دافريك. الاعلام التونسي قال لك لو كان جا عندنا لاعبين كي اللي راهم عند الجزائر، قال لك نديروا كيما مصر نجيبوها طروا يعني 3 خطرات على طريق 2019 2022 2024، نجيبها قال لك نجيبها. ولا هنا قال لك هاك لا عطال راه مبليسي وراه خوانا عطال، انا جبتوه هو. انتم تجوا تقول تهمونا كيما ذاك مؤمن جي بيتهمني باللي فلان راه مبليسي فلان ما راش يلعب، بصح انت انتقد لي جابه، ما تجيش تهمني دروك راه في التشكيله. بن سبعيني راه مولي من الاصابه ما يعطيكش 100%، يعني ما تقولها ليش هذيا، نقول لي باللي غادي يلعبوا مدرب جابهم. انت كون على الاول كل قائمه هذه كون غادي دار القائمه، كون خرجت تهدر مؤمن، كون خرجت تهدر كيما ها قلت له ايه حتى راه من اخر راه بليسي راه مش يلعب. هذه نستعرف بك نقول والله لا يهدر بصح، بصح ماشي جاي تعطيني حجج بلي ما انتم راكم تقولوا بلي نجيبوكم دافريكا تشوف اللعابه تاعنا ما مشي يلعبوا في ليتيكيب تاعهم. هذا يقولها لونترينر، ما تجيش تقولها لي انا، تجي تقولها لي او غالا كو جاب بالرحمه وجاب ابراهيمي وجاب سعيود وجاب وكو جاب زفان في بلاصه عطار. انا لا تجي تقول لي دروك، انا ما تقول لي دروك صايك دروك، هذو اللي غادي يلعبوا او بغيت انتقد لي جابهم، ماشي تجي تقول لي راه عندك لي بليسي وعندك ناس مونك كومبيتيسيون، ماشي انا تقولها ليا. اللي كي تبغوا انتوما تبغوا تهضروا بالعكس ولا تبغوا تهموا الناس بالعكس ولا انا هذه يقولها المدرب. كون خرجت النهار الاول كوميدا قائمه اي سي محمد هذاك 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 جبتهم هو جيب فلان وفلان وفلان وفلان، هذه اللي ديرها. كيما نهار اللي ما بغاش يجيب ايليا شتي كونتر كاميرون ماتش دو باراج، وقلنا له ودي شتيك وجبته، راح جاب زوج جوار داير طوبه وداير مع شكون هذاك عيفاوي ولا عشر دايرهم تروا، بن سبعيني سبوندي كو جاب شتيك غادي يلعبه، هو جايب زوج مشي تاكل عليهم، بصح شاد عطال داره تروا، وجايب زوج تاع لي تروا، اريال غوش جايب زوج، واو لا الغلطه راه دايره بالك مع الاخر مع عطال، جايب عطال وجايب قلب من عطال، ايا ولد ويا ايا مشي يجيب زفان، جيب زفان، زفان على دسيته على حطمته. نعاودو نولو وين نتكلمو وين اخر الاخبار، ان الرئيس السابق للاتحاديه الجزائريه لكره القدم السيد الحاج محمد راوراوا
كان له دور كبير في التواصل مع والدة أوليس الجزائرية الأصل للتأثير على قرار ابنها. ويعتبر أوليس يعني البالغ من العمر 22 عام من أبرز المواهب الشابة في أوروبا، ويلعب في مركز جناح. وإن تم الإعلان رسمي عن اختيار أوليس للمنتخب الجزائري فإن ذلك سيكون إضافة كبيرة للمنتخب الذي يسعى إلى تحقيق نتائج جيدة في كأس أمم إفريقيا 2024. وبحسب هذا التقرير فإن أوليس الذي يحمل جنسيتين جزائرية ونيجيرية قد قرر اللعب للمنتخب الجزائري، على الرغم من أنه لم يعلن عن ذلك رسميا حتى الآن. وأكد التقارير يعني أن في صحيفة في نيجيريا أن أوليس قد اختار رسميا الجزائر ورفض نيجيريا، وذلك بسبب أصول والدته الجزائرية، وبفضل يعني حنكة السيد الحاج محمد راوراوة على بالنا بلي يخرج الداند، على بالي بلي يعني شعمل واحد قال لي غادي يخرج الداند من وين الداند على بالي بيه، الداند بالبكري هو يقاقي ما شاء كاين الداند ما كان والو، هادو تا هادو يغبنوك هادو كوجات عندهم الصح وراهم يتكلموا في الحقيقه ما كاش كاع الصح، يتكلموا صايك يهضروا صايك يقارعوا الحسين جنات شي يهضر يردوا كي ديك البقره كاع النهار، هذيك شنو البقري كاع النهار وما سارحين، وفي الليل يعاودوا الماكله يدسوا في الليل يعاودوا الماكله سي موان راكده وتمزر، هادو كيما هكا يقارعوا الرفيق واحد يهضر يقارعوا النازف يهضر يقارعوا الاخر يهضر، هذا مكان والو، ويجي يقول لك اسمع الاخر شهدر يا ودي نسمعك انت ما خاصنيش نسمع الناس وحد اخرين، عطيني انت شكاينا نتوما بيتا هادو تجيبوا معلومات تجيبوها بالكذب، هذاك المخنث الحلوف هذاك المخنث ذاك الحلوف هذاك بوكلاب هذو قاعد كيف قاعد ما عندهمش ما كان ولا شيء كان والو، قارعوا بن عمري يخرج يقول بن عمري يقصف بن عمري، يا ودي بن عمري كاع الجزائر شافته وانت علاش جاي تقول بن عمري يقصف شاقصف بن عمري يقصف بن عمري هاي، هذا ما قابين انتوما شا قابين عندكم معلومات، المعلومات اللي كنتو تجيبوهم قاعد تاكل تحسب اللي تخدموا في الفيفا، عمو كلبه الماتش يتعاود لا قلت لكم قارعوا صبروا الحلوف مخنث ماتش يتعاود لا رانا جايني بشويه درك نعاود لكم الماتش ميلف ثقيل الماتش يتعاود هيا ما زدتو غير تكذبوا كاش حاجه جديده ما زدتو تكذبوا ذاك الحلوف هذاك المخنث هذاك شا قالكم لوتيل مدقدق ما كان والو خرج قالكم اودي سمحوا لي والله قلت لكم على لوتيل والله سمحوا لي كاش خاطش عليه كذب بالذات ذب الدراهم وكذب اي كذب انت يا شي غادي تقول لهم لوتي المهرس هيت تشو الشعب هذا ما كان درت لكم التسريبات تاعكم تاعهم شي يقول لك يقول له انا بالعاني نديرها نهيج الشعب نحوس نهيج الشعب قالها ولا ما قالش انا نحوس نهيج الشعب هذاك مخنث هذاك مهيج ظهره ويحوس بلسانه ويهيج الشعب هو مهيج ظهره حرر روحك حرر ظهرك برك حرر ظهرك حمي ظهرك برك تكلمش على ليكيب ناسيونال حمي ظهرك هي ظهرك برك هذا مكان لا فاصات تاع ظهرك دير لها الحديد ولا غرسلها الزجاج دير الزجاج في ظهرك في دي في الطاس كيلا يتخدم عاد معاملة تهدر على الحاج يا واد الكلب تهضر على الحاج راهو راهو يا واد الحلوف انتوما كاع كيما درتو تهضر على الحاج تهضر الحاج محمد وطني راجل هذاك تهضر عليه يا بني كلبون انتوما هما بني كلبون تلعبوها تبغوا الجزائر غير هكا في 90 دقيقة والتسريبات تاعكم تظلوا تعايروا في الرجالة يا واد الحلاليف واو لا ارى الحاجة جايب لكم واحد بردوا عليه ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا وان شاء الله دائما معكم بجديد اللي يمشي ابوني معنا وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله.